اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا ومتابعينا، افطارا هنيئا وصوما مقبولا ان شاء الله، متواصلين معكم مع شهر رمضان المبارك في جولاتنا وامسياتنا الرمضانيه بصحبه دجاج عزيزه طبيعه اطيب. لا تنسوا ان بتغذى على علف نباتي 100%، بالاضافه انه اي دجاجه بتم غسلها في داخل المصنع دائما من بتاخذ من 15 الى 18 لتر وتذبح حسب تعاليم الشريعه الاسلاميه. مشاهدينا متابعينا دائما اعتمدوا دجاج عزيزه لوجباتكم ومائده شهر رمضان المبارك. سنكون وياكم في جوله جديده وجوائز وهدايا مع دجاج عزيزه، ولا تنسوا تتقاسموا بشهر الخير الاجر مع دجاج عزيزه. من وراء الكاميرا براء عمر خباب الاسمر، ومني انا منتصر العاني، يسعد اوقاتكم مع دجاج عزيزه طبيعي أطيب. ومن أسرة عزيزة نكمل معكم مشاهدينا متابعينا مع دجاج عزيزة طبيعي وأطيب، دائما وجباتكم المائدة مع عزيزة بس يعني. طيب مساء الخير، كل عام وانتم بخير. انت بخير، رمضان كريم. تسلم. شو رأيك بأجواء رمضان ورمضان؟ الحمد لله رب العالمين، ممتاز يعني، في هيك وفي هيك، بس احنا بنعترض عن أسلوب الشارع. بس والله صحي صح؟ صحي صح، الحمد لله رب العالمين. يعني كمان رمضان هو يعني هين مش زي احسن من كل سنه السنوات السابقه صح؟ أيوة احسن، رغم انه صار لها يومين شوب، بس الحمد لله رب العالمين. شو اسمك؟ اسمي ماجد جيوسي. من وين ماجد؟ طول كرم. من طول كرم، اهلا وسهلا فيك يا ماجد. ماجد استخدمتي دجاج عزيزه؟ شو رايك؟ كيف؟ منيح منيحه. انت بتعرفي قديش بيصرفوا على الدجاجه عشان يغسلوا الدجاجه كم لتر ميه؟ بتعرفي؟ لا لا، من 15 ل 18 لتر عشان يغسلوا الدجاج. هي نظيف. ونظيف. طيب هلا اذا بتجاوبي خلينا مباشره. شوف لي هذا براء، شو اسمه هذا؟ عبد اللطيف. مرحبا يا عبد اللطيف، يا زلمه تكشرش عبد يا عيني محلاك يا عبد اللطيف، مبسوط مكيف، هو مكيف عشان دجاج عزيزه يا حجي. طيب هلا سكينه ذهبيه على الحيط مرميه، شو هي؟ سكينة ذهبية على حيط مرمية. تحكيش ساعة؟ لا لا، هاي حزيرة، سكينة ذهبية على الحيط مرمية. سيف. سيف كحد السيف. لا انت اول مشاركة معنا، ولا وراح نربحك يعني، ما فيها جدال، بس اعرفيها ان كانك شاطرة. يلا سكينة ذهبية على الحيط مرمية. سلم على شادي. الله اعلم فردون يعني مثلا حي. لا 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 لا، هي حزيره حزيره حزيره. ساعدوها ورطوها انتم. ساعه. شو كمان؟ حكينا الساعه وحكينا السيف والافعى. والافعى والحربايه. ايوه. لا لا، شو كمان ضل؟ يحكيش ولا اشعه الشمس. اشعه الشمس بديش عليه بغلط. هذا القمر. لا مش القمر ولا شو مثلا؟ الشمس. الشمس ضغط علي الشمس يا حجي. طلعي هاي مش الهدية، تفكريش هاي الهدية، هاي يا حجي بشهر الخير مع عزيزة، اقسم الفرحة وشاركها. يعني هاي في شو بنعمل فيها؟ هاي في البيت بتحطي لك أي شيء، أكل أي شيء من عندك، وتشوفي أي حدا حواليك فقير مسكين تقدميها له. ماشي يا حجي. وهاي هديتك من عزيزة على دوار شويكي، بتستلميها أي وقت بدك إياه. شو بتحكي لهم؟ كل سنة وأنتم سالمين. كل سنة وأنتم سالمين. دع قلبك متفائل لترى الخير ينادي، واجعل يومك أجمل واطرد منه الأحزان، واملأ بسعادة الدنيا الألوان. قد جاء النور يهديكم ولفعل الخير يناديكم، هذا النور قد جاء من القلب ليزيل الليل بالخير كالشوب. قد جاء النور يجمعكم وبخير الجمعة يبقيكم، أتانا النور يغمرنا بالإيمان ويضيء القلب يسجينا بصوت الأذان. قد جاء النور يناديكم وبطيب الخير يزكيكم، رمضان ونوره أيديكم، رمضان بخيره يبقيكم. ومن أسرة عزيزة رمضان مبارك نهديكم. هلا سؤالنا، أكيد طبختي دجاج عزيزة صح؟ طبعا، اخوي بيشتغل بشركه عزيزه ودائما بنشتري من عندها. طيب شو رايك منتجات عزيزه؟ ما شاء الله يعني نظيفه كثير واسعارها مناسبه، وبعدين من الباكيت على الطبخ على طول.
وكمان نظيفي يعني النظافه تشكيلي وفي تشكيله واسعه كثير يعني كل شيء موجود من عندهم. طيب شو اسمك؟ لينا شحرور. لينا اهلا وسهلا بك يا لينا. لينا بتعرفي ترددي كلمات جمل؟ يعني ولاكبس عنها اذا سهله. سهله. طيب اسمع، نتجت من زكم الكبش الاسمر لما شبعت؟ خمس مرات بسرعه. نتجت من زكم الكبش الاسمر لما شبعت. طيب معلش، طيب هاي عشان تحط فيها الزكم الاسمر اللي نتجت فيها. هاي للخير. تابع برنامجك وبعرف. للخير معناته عارف شو قصتها صح؟ طيب هاي من عزيزه كمان، هاي الجائزه. شكرا. عدوار شو كنت تستلميها منهم؟ طيب شو رايك بهالفكره هاي للخير مع عزيزه؟ حلو كثير وشكرا لهم ومزيد من التقدم، وبحب اتشكرهم كثير. اخوي من فتره اول يوم في رمضان عمل عمليه وكانت التكاليف تقريبا كلها من شركه عزيزه، ووقفوا معه وما قصروش معه بالمره، والف الحمد لله على سلامه اخوي، وشكرا كثير لشركه عزيزه. شكرا لك، كل عام وانت بخير. وانت بقى. شكرا لك، خليكم معنا مع دجاج عزيزه، طبيعي اطيب. ومن اسره عزيزه اسم من أربع أحرف، إذا حذفنا الحرف الثالث والرابع صار مش في المي، شو؟ اسم من أربع أحرف، إذا حذفنا حرف الشو؟ حذفنا الحرف الثالث والرابع صار مش في المي. يا سلام. ايش يا سيدي؟ يلا فك لي حالك يا ضميري، أعطيها فكر فيها. ايش السؤال أربعة أحرف؟ شو؟ أول مرة بمرق عليه السلام. ولا شو أول مرة، والله سهل، شرف إنه سهل. شو يا حج؟ كأنه الحج. شو يا حج؟ بر. لا شو، إحنا بنحكي شو من أربع أحرف من شلنا الثالث والرابع، شو بيطلع مش من البي، شو هو؟ مش في المي؟ سمك. سمك بالبي. مالك يا زلمة؟ لما تطلع تقيم الحرفين. شو الاسم؟ بدنا الاسم يطلع. شو؟ سام. أنت مسكرة معك. مسكرة. ليش يا حج؟ غيرها. غيرها. أنا مصر عليها لأنه الاسم سهل مش صعب. خذ جائزتك من عزيزة مباشرة، يلا جاوب عليه سهل. كل عام وأنت بخير. شو يا سيدي عرفته؟ بتقول لي سمك؟ بتقول لك اسم؟ اسم. أنا شو يا ضميري، نرجع لك، نرجع للقواعد الأولى. شو؟ اسم يعني عادي ولا اسم؟ اسم اسم آدم. بني ولا بني ايش؟ مش بني ادم، انسان يا عم، انسان مش بني ادم. شو اسم؟ محمد. محمد. طب اعطيني فسر لي كيف صارت عجبت هيك معنى. كيف بدك معي محمد؟ هو انا بس بدي اقول اسمه سلامات. الله يرحمك ابو سعده. شو يا سيدي؟ ولا شو ولا شيء. طيب لساته مصحصح من النوم هسه. شو تعرفها عمو؟ تعرفها الفاش. طيب شو يا جماعة، اسم من أربع أحرف، إذا قتنا الحرف الثالث والرابع حذفناه بصير إشي مش في المي، شو يا عمي؟ يا سلام يا سلام. حج والله أنا حبيتك. إيش الثالث والرابع؟ العين. الله اللهم صل على سيدنا محمد. خمسة وخميسي. شو يا حج تعال لي هون، بدنا نروح يا براء. تعال عندي عم الحج. شو اسمك يا حج؟ خالد. أقول هيثم. ابو الهيثم. من وين انت؟ نور شمس. اهلا وسهلا فيك يا حاج منور. الله يخليك. كيف رمضان معك؟ منيح الحمد لله. الحمد لله. ما بطلعش من هون، كل رمضان بالجامع هون. دائما بالجامع؟ الله يعطيك الصحة والعافية والأجر يا رب. الله يخليك. حاج يعني بجوز أنت اللي حكيتها الأقرب على كل شيء. أنت شو حكيت لي؟ بر. طيب. طيب بر. مزبوط. طيب شو في اسم كمله هيك؟ اطلع. يا زلمه كيف عبير؟ الله حرق دي، خلونا بقول عبير، قطع يومك يا زلمه. عبير. اسمع هلا انت قلت بر. شو في اسم هذا الزلمه شو اسمه؟ براء. كلمة الثالث والرابع بضلوا بر. بر صح؟ انا قلت بر. لا قلت بر بس بدنا الاسم، مش بس كل الاسم. بر. كيف الهدية حاج؟ حلوة؟ يشلو. لا هاي حد مش الهدية، هاي عشان تعبي فيها شغلات اشي من البيت، تعطيها لواحد فقير بتلاقيه. هاي هديتك من دجاج عزيزة، على دوار شوية بتستلمها من عنده. ومن أسرة عزيزة رمضان مبارك روح ديكم.
مشاهدينا متابعينا بنشكركم على متابعتكم دائما معنا مع دجاج عزيزة طبيعي وطيب. لا تنسوا دجاج عزيزة المميز على مائدة سفرة رمضان، اعتمدوا. مشاهدين أشكركم، نشكر زملائنا من وراء الكاميرا براء عمر وخباب الأسمر، ومني أنا منتصر عناني، يسعد أوقاتكم. دائما دجاج عزيزة طبيعي أطيب. ومن أسرة عزيزة رمضان.